نبتدي انت فوت في اسبوع صعب جدا، الاسبوع اللي فات ده مليء بالتحديات. احكي لي على الاسبوع ده وطمني، هل كل حاجه عدت الحمد لله على خير؟ ما هو مش الاسبوع بس، الحمد لله رب، احنا بقى لنا سنتين كلها تحديات. يمكن انتوا معانا بس الاسبوع ده كان تقيل قوي. لا والله انا احنا قاعدين في اللحظه دي مش هفتكر بالفرد حاجات كتير. لا بس الحمد لله رب العالمين، اصل انت كل الامور طالما فيه تاني برضه هرجع اقول يعني عيله واحده بتشتغل مع بعض بالشكل المؤسسي برئيس نادي. انا مش عايز اتكلم على كابتن محمود الخطيب كتير لانه بتعبني انا شخصيا جدا، ولكن انت النهارده امورك كلها بتبقى ماشيه بشكل طيب الحمد لله. انت عندك 3 فروع الحمد لله فيهم مديرين يعني متميزين ومديرين محترمين وكلهم يمكن في الافضل مننا بكتير. اختيار الكوادر مهم جدا الحمد لله رب. ويمكن احنا اول مره يبقى في يعني مدير ونائب مدير موجود، عشان انت بتسيب كوادر موجوده في النادي الاهلي، وده برضو الفكر لمجلس اداره اللي موجود حاليا. هي ده، انت ازاي يبقى في عندك كوادر في كل مكان بديله موجود؟ هو ده اولاد النادي الاهلي، ويمكن الحمد لله كلهم ابناء النادي الاهلي، كله بيشتغل بحب. فانت التحديات انت اللي بتيجي، كنت بصحى كل يوم الصبح يعني ممكن تلاقي تصريح على لسانك. انت بتتواضع بس انا هقول لك. لا والله هقول لك حاجه بس. انت بتلاقي يعني تصريحاتك كابتن عدلي على لسانك انت ما بتقولهاش، فبتفضل يعني فده احنا عايشين في كل يوم. لا مش هقول لك ايه اسبوع، انا عايز افكرك بحاجه. الاسبوع ده كان في ماتشين بالمدسوس. خلصنا من ماتشين بالمدسوس الحمد لله، دخلنا على الخطوات التنفيذيه بتاعه الماتش بتاع النجم. طمني مثلا على الماتش ده والتذاكر. بس ده مش تحدي، ده بقى خلاص الروتين العادي. لا هو ماتش مش عايزين نقول مدسوس، هو انت طبعا في رئيس نادي موجود، في مدير كوره برضو موجود، على طول انت بتتدخل في لجنه الكوره بتتفهم الوضع شكله عامل ازاي، لان حصل كلام في هذا الموضوع بين رئيس النادي ورئيس اللجنه وفي بين مدير الكوره ومدير الاتحاد. وانا كان في يعني كلام كتير، هو من وجهه نظرهم عايز يحافظ على شكل الدوري العام بتاعه، وفي نفس الوقت انت النهارده ده النادي الاهلي بيمثل مصر، واي نادي بيمثل مصر في افريقيا او في كونفدراليه او في طول العربيه لازم الاتحاد يقف جنبه، لان في الاول وفي الاخر انت بتمثل مصر. فهو اما العقل بيحكم فكله طبعا بيتراجع في قراره، فده برضو من الامور. عشان كده مش هاخدها ده العمل اليومي، يعني دي حاجات بسيطه كلها. طيب التذاكر ماتش بقى بتاعك. مباراه النجم الساحلي طبعا احنا الامن برضو كان وافق على 10,000، ويمكن احنا معانا تذكرتي ومعانا الشركه الافريقيه وشركات طبعا ذات سمعه طيبه، ويمكن مقضين معانا تجربه كويسه الحمد لله. ويمكن بس المره دي فوجئوا، لان احنا ادينا الارم اكتر من مره، يا جماعه خلي بالكم النادي الاهلي وجمهوره مختلف، النادي الاهلي وجمهوره مختلف. فاحنا كنا متوقعين من ماتش بلاتينيوم اللي ماتش النجم الساحلي هيبقى عليه اقبال، عشان كده يمكن احنا المره دي طبعا يعني جماهيرنا ممكن اسعار السعر كان غالي شويه، ولكن هي العمليه دلوقتي عرض وطلب دي نمره واحد، وفي نفس الوقت الكميه محدوده جدا جدا. فيعني كان النهارده عشان نحط السعر ده هم فوجئوا، النظام اتفتح الساعه 12 ظهرا امبارح، التذاكر نفذت الساعه 1 الا ربع. واحده الا ربع؟ في الساعه الا ربع، يعني درجه المندوب الشركه كان بيكلمني في التليفون بيقول لي يا كابتن انتوا عاملين لجان الكترونيه. قلت له يا ابني اللجان الالكترونيه ايه؟ دي ناس بتحجز. الساعه 2:30 8,000 تذكرة دفعوا جدية الحجز الفلوس. ما شاء الله. الساعة 3 التذاكر خلصت. بسم الله ما شاء الله. فطبعا ده النادي الأهلي. طب في محاولة احنا طبعا في محاولة إن شاء الله، وكنت أنا يعني كان النهاردة مع الكابتن محمود الخطيب وهو بيحاول يعمل اتصالاته، وبعتنا خطاب اللي احنا نحاول نزود الأعداد الجمهور 10,000 برضه، لأن هي ساعة الاستاد كلها 33,000، ساعة الاستاد السلام كلها 33,000. فده هنحاول برضو ان شاء الله باذن الله، والناس برضو مشكورين يعني بيتفهموا هذا الوضع، واحنا مقدرين يعني احنا بنقدر الامن، وفي نفس الوقت جماهير النادي الاهلي عايزه تساند فرقتها. المباراه مش سهله، النجم الساحلي فريق يعني فريق محترم، وانت في نفس الوقت دار المباراه مش سهله، فاحنا نتمنى ان شاء الله التوفيق، ومسانده الجماهير بالنسبه لنا مهمه جدا جدا. ممكن احنا نستغل الفرصه واحنا معاكم ونناشد اخواتنا وناشد جماهير النادي الاهلي نلتزم بالتشجيع النادي الاهلي، شجع النادي بكل حماس بكل قوه، بس في اطار برضو اللوائح المنظمه، لان هي لوائح بتحكمنا في الاول وفي الاخر، يعني نحافظ على النادي الاهلي ونحافظ على النادي الاهلي بس، وفي نفس الوقت الامن برضو يعني احنا كلنا معاكم ومقدرين الظروف اللي البلد فيها ومقدرين المجهود اللي الامن بيبذله، ولكن اللي جاي ده اخوك واخويا ووالدك ووالدتي وكلهم أسر الحمد لله بيبقوا جايين، وحتى الشباب اللي جاي يشجع كل الناس بقت واعية، وكل الناس على درجة كبيرة من الوعي.
النهارده ما يجي يشجع النهارده بتقول اصل ادوات تشجيع ترومبيطه ما اعرفش الحاجات دي كلها بالنسبه للرجل الامن او بالنسبه ممكن تكون بسيطه لكن بالنسبه للي جاي يشجع دي حاجه مهمه يعني احنا بالزبط. احترام الاخرين ده برضو هتبقى حاجه كويسه ونحاول نقرب وجهات النظر بين الاطراف كلها بحيث يعني هيبقى من اول يوم مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود خطيب يمكن الناس انا بنذكرهم دايما عشان الناس بتنسى كان الدوري 4 سنين بدون جماهير بالظبط واحنا لما جينا كان 4 سنين يعني يوم ما بيبقى فيه 500 واحد كنت بتقول النهارده ده حاجه كويسه كابتن محمود خطيب باتصالات مع السيد وزير الشباب والرياضه مع الامن وحصل اكتر من اجتماع تنسيقي كنا الموسم اللي فات 5000 في الدوري يمكن هم محافظين عليها لغايه وقتنا هذا افريقيا كان ب 10000 وفي مباريات كان الامن بيسمح ب 40000 و 50000 في برج العرب يمكن النهارده نظام الفان اي دي وتذكرتي هيدي فرصه اكتر لزياده الجماهير المرحله اللي جايه ان شاء الله وده اللي احنا بنرجوه من الامن الفتره اللي جايه ان شاء الله وبنرجوه برضو من السيد وزير الشباب والرياضه واتحاد الكوره واحنا كل واحد في موقعه لازم يبقى مسؤول احنا بنتحمل دايما مسؤولياتنا النادي الاهلي بيتحمل دايما مسؤولياتنا واحنا اتربينا على كده فاتمنى ذلك وخصوصا اللي احنا يعني كل الكلام اللي اتقال قبل كده وكل الاشاعات اللي اتقالت قبل كده وكل التحقيقات اللي حصلت اللي احنا بنوزع تذاكر جمهور النادي الاهلي مش محتاج حد يوزع عليه تذكره او يديله تذكره او يقول له تعالى يعني هو يمكن هم شافوا الناس بتشتغل معانا شافوا نزلت تذاكر فتحتها 10000 خلصوا في ساعه الا ربع فالناس مش مستنيه اللي حد يروح يديله تذكره فنشيل بقى الكلام المرسل ونبدا نبص لقدام هنعمل ايه في هذه الصناعه ما هي الرياضه النهارده صناعه على مستوى العالم وصناعه بقت نمره واحد يعني صناعه الرياضه دي بقت نمره واحد يعني الاهلي بيعمل اللي عليه والامن بيعمل عليه والجمهور باذن الله هيعمل اللي عليه عشان الليله تنجح يا رب امتى الوضع يا سياده العميد يرجع مش هقول للوضع الطبيعي لشبه الطبيعي فتره طويله جدا بنتكلم في النسبه المحدوده 5 ثم تبقى 10 في البطولات الافريقيه ده نعمه كويس الحمد بس لله. بس احنا الامل امتى مع مشروع تذكرتي اتنظمت في كاس الامم الافريقيه واتنظمت في الالعاب الافريقيه انت خلاص انت عندك بيانات المشجع كامله فالمسؤوليه الجنائيه كامله محدده تمام امتى هننقل للنقله الثانيه اللي مطلوب علشان نوصل للوضع شبه الطبيعي طبعا بص يعني احنا مش عايزين يعني طبعا في تقارير امنيه بتبقى موجوده في مخاوف امنيه بتبقى موجوده في ناس بتخش برضو يعني في خلي بال حضرتك دي احنا مجتمع عايشين فيه عندنا شباب متحمس وعندنا اولاد متحمسين وعندنا ناس بتستغل اسم النادي الاهلي في مقارب اخرى فلازم هم برضو لكن النهارده جمهور النادي الاهلي بقى واعي واولاد النادي الاهلي بقى واعيين وشباب النادي الاهلي بقى واعي وزي ما حضرتك بتقول النهارده الفان اي دي كان كل الاساس بتاع يمكن النادي الاهلي اول نادي في مصر بالظبط نفذ هذا الموضوع ويمكن النادي الاهلي مش هقول بقى الكارت اهلاوي احنا في 2012 وفي 2013 كنا وصلنا اللي بيخش المدرج الماتشات كنا بناخد البطاقه والرقم القومي بتاعه وبنشوف بياناته ومنطمنين عليه وهكذا دي خطوات وبتحصل في العالم كله النهارده وقت ما يبقى فيه الامن مطمن تماما النهارده اللي ما فيش اي يعني بعد امني او في اي مخاطر امنيه او في اي حد هيستغل الشباب دي المهمه بقى بس هي دي مهمه استغلال جدا. لما يختفل التجمع ويمكن السوشيال ميديا النهارده بتلعب دور مهم يعني انت النهارده برضو بتلاقي ناس بتندس بتسخن وبتروج افكار لشبابنا وليه بحجه حب النادي او بيخاف على النادي وانا كنت شايف الفتره الاخيره الحقيقه في وعي في التصدي للمشاكل ما نكررش نفس الاخطاء فده جميل جدا 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 فاحنا نتمنى وانا بقى هرجع اقول تاني جمهور النادي الاهلي لا يهمه في الاول في الاخر الا النادي الاهلي لا يهمه في الاول وفي الاخر الا فوز النادي الاهلي. فهو ده اللي احنا بنتمناه فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه اكيد هيبقى فيه تحرك اكثر ويمكن في تنسيق بين الكابتن محمود الخطيب وبين وزير الشباب والرياضه عشان خاطر الفتره اللي جايه بعد بس ما نعدي المرحله ال 25 يناير والقصه دي كلها وطبعا لازم برضو بصفتي كنت ضابط شرطه يعني اهني ضباط الشرطه بعيد الشرطه 25 يناير طبعا لان انا اكثر واحد حاسس بيهم وعارف قد ايه هم بيعانوا. صحيح. وبنفس الوقت بنقول لجماهيرنا يعني الامن اللي موجود خوفا على حضرتك تغاضوا عن بعض الحاجات احنا كل الناس عارفه الامور بتبقى ماشيه ازاي فتغاضوا لمصلحه النادي الاهلي تغاضوا عشان خاطر النادي الاهلي شجعوا النادي الاهلي وده يمكن الكابتن محمود الخطيب اللي طلبه من الجماهير انت النهارده ساعه ما بتسكت في الملعب او ما بتشجعش عشان حاجه معينه ده بيربك لاعبتنا الحقيقه مش جاي تسكت ولا مش جاي تمشي انت جاي تدعم انت جاي تشجع ولا الموضوع يتقلب عكس يعني مهما كان حتى لو في مضايقات او في لكن الامور في الاول في الاخر احنا كلنا اخوات
شاء الله. هنرجع لحضرتك بملفات كتيرة في الجزيرة وفي الشيخ زايد وفي مدينة نصر، لكن كابتن